دخلونا مع بعض. طيب دلوقتي مع حضراتكم نستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بالأسبوع العاشر. شهدت الجولة على العديد من الإحصائيات والأرقام الهامة، كان أبرزها تم تسجيل 19 هدف، منها 6 أهداف في الشوط الأول، 13 هدف في الشوط الثاني. أشهر حكام الجولة أشهر حكام الجولة 36 كارت أصفر، شهدت على 3 حالات طرد من نصيب كل من معروف يوسف لاعب المقاولين العرب، حامد خالد لاعب حرس الحدود، وإيزي إيميكا لاعب المصري البورسعيدي. كمان تم احتساب 6 ركلات جزاء، تم تسجيل 5 منها عن طريق علي معلول لاعب النادي الأهلي، وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا، عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، أحمد الشيخ لاعب إف سي مصر، ميدو جابر لاعب مصر للمقصة، بينما تم إهدار ركلة وحيدة عن طريق عمرو عبد الفتاح عموري لاعب طبعا نادي الجونة. تم كمان تسجيل 5 أهداف عن طريق اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، وتم تسجيل هدف وحيد بالخطأ في المرمى عن طريق اللاعب أحمد سعيد أوكا لاعب نادي مصر. طريقة تسجيل الأهداف، تم تسجيل 12 هدف بالقدم اليمنى، وتم تسجيل 5 أهداف بالقدم اليسرى، وتم تسجيل هدف وحيد من ضربات رأس، بالإضافة كمان إلى هدف وحيد بالخطأ في المرمى.